متابعين معك المشاهدي سبورو تي في بفقرات حلقتنا لليوم ببرنامج كل يوم بيومه. أكيد بخلال فقرتنا حسين النهر دائما حديثنا عم بيكون حديث روحي، وأكيد مثل ما عم نعرف كمان أنه الكنيسة السريانية عم تحيا هلأ بفترة زمن الظهور الإلهي واللي هي فترة عيد الضنح، وأكيد أباء الكنيسة عم يدعونا لحتى نتأمل بهاي الفترة بظهور الله بحياتنا، وأيضا نتأمل مفاعيل المعمودية وأثرها وثمارها اللي عم تظهر من خلالنا. وكمان الآباء رتبوا بحسب طقس الكنيسة وخاصة بطقس تقديس الماء أو رتبة تقديس الماء اللي عم بتتم بعيد الضنح. خلونا نتأمل بالحاسة اللي هي حوار الرب يسوع مع المرأة السامرية. رح نتأمل أكثر بهاي الحادثة بالحديث مع الأب بولس ملك الكاهن بمطرانية حمص وحمى وطرطوس وتوابع. بارخ مور أبونا بشينو وبشلومو. الله بارك أخت مريم بشينو وبشلومو، عيدو بيخو وشاتو بيخو. تودي تودي أبونا، عيدو بريخو شاتو بريختو كمان لألكن. أكيد سعيدين بوجودكن معنا مرة جديدة مثل ما قلنا لحتى نتأمل بهاي الحادثة اللي هي حوار الرب يسوع مع المرأة السامرية. ولكن إذا بدنا نعرف إيش هن الركائز أو المسارات اللي ممكن نتأمل فيها ونسلكها بخلال تأملنا بهاي الحادثة. نعم أخت مريم، أي حادثة أو نص بالإنجيل المقدس أو الكتاب المقدس لحتى نحاول ندرك شيء بسيط من خفايا وأسرار هذا النص، نحاول نسأل حالنا هذه الحادثة وين وردت، بأي كتاب، يعني من كتبها، زمن كتابته، سياق النص ما قبله وما بعده. وعن المرأة السامرية مثلا، من الضروري جدا أنه أنا أتكلم عن خصوصية هذه المرأة ذاتها والأسباب والظروف التي دفعت كاتب هذا النص لكتابته أو لذكر هذه الحادثة تحديدا. وآخر شيء ممكن أخذ أنا خلاصة أو زوادة روحية، لمسات روحية من خلال هذا النص. تمام، معناته أبونا خلينا بالبداية نعرف ونحكي أكثر حول كاتب هذا النص والزمن اللي تمت فيه هاي الحادثة وسياق النص اللي انذكرت فيه. نعم، أنا هذه الحادثة أخت مريم ينفرد بذكرى يوحنا الرسول الإنجيلي، ما حدا غيره كتبها أو الوحيد اللي كتبها، وكتب في إنجيله حوالي سنة 100 بعد الميلاد، يعني تقريبا 70 سنة بعد صعود الرب يسوع المسيح إلى السماء. تمام، هذه الحادثة ترد في القسم الأول من إنجيل يوحنا الرسول. نحن نعرف إنجيل يوحنا إنجيل له طابع خاص يوصفه بالكتاب اللاهوتي أو الروحي، ترد في القسم الأول من الإنجيل، بمعنى هي من العلامات أو النقاط الرئيسية اللي راح يتكلم عنها كاتب هذا الكتاب، حطها بالبداية لأهميتها. بعد ثلاثة فصول، هي تيجي بالفصل الرابع، بعد ثلاث فصول تؤسس لسر التجسد والظهور الإلهي، سر حمل الله ذبيحته، المعمودية والسر الذي يكشفه يوحنا الإنجيلي. مثل عادته كل شيء يوحنا الإنجيلي يتصاعد بالأحداث، يتصاعد بالكشف، يتصاعد بالمعلومات ليوصلنا إلى الذروة. فأصبح هو بعد تصاعدية الثلاث فصول عن المعمودية يجي بالفصل الرابع يتحدث عن لقاء الرب مع المرأة السامرية، وأنا راح أتحدث فقط عن الماء والمعمودية وكيف كشف لنا يوحنا الإنجيلي سر هذه المعمودية وسر هذا الماء تصاعديا. فبنلاحظ أن يوحنا الإنجيلي يبدأ الحديث عن المعمودية يوحنا وقيمتها وهدفها، كانت تحث الناس على إيش؟ على الاعتراف بالخطايا. ونلاحظ هي ما كانت تمنح غفران الخطايا، كانت تشجع على إيش؟ على الاعتراف بالخطايا. تمام، من ثم الاستعداد لقبول معمودية المسيح. شو بيقول يوحنا الإنجيلي بالفصل الأول من البداية؟ بالفصل الأول، أنا أعمد بماء لكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي،
بيكمل بنفس الفصل، هو حمل الله بده يشرح عنه اكثر، هو حمل الله الذي يرفع خطيئه العالم، هو الذي يعمد بالروح القدس، وانا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله. شوف التصاعدي بالاعلانات. يرجع بعد شو يساوي؟ ينتقل بالفصل الثاني للحديث عن ماء اخر، هو الماء اللي ذكر في عجوبه ومعجزه تحويل الماء الى خمر في قانا الجليل. هذا الماء كان موضوع في 6 أجران أو أجاجين تستخدم للتطهير حسب عادة اليهود، لكن رب شو راح يساوي؟ راح يحولها إلى رمز دمه الخمر الذي مع جسده ينال به المؤمن التطهير من الخطايا والحياة الأبدية. فأصبح دخل عندي عنوان جديد: غفران الخطايا والحياة الأبدية. الحياة بالفصل الثالث شوف عم اطلع تصاعدي انا كمان، حوار مع نيقوديموس، ومعروف هذا الحوار كثير مشهور، الحديث عن الولاده الروحيه الجديده بماء المعموديه وربطه بسر الاتحاد مع الله. نعم. والسر الفداء والحياه الابديه. شوفي الاسرار كيف عم تتكاثر هلا. ماذا يقول في معرض حديثه مع نيقوديموس الرب يسوع المسيح؟ يقول نيقوديموس: الحق الحق اقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. أصبح إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله، لكن بيزيد: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. من الرؤية لإيش؟ للدخول والشراكة. ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وهون بدي أنا ركز على نقطة، حين يتكلم يوحنا الإنجيلي عن الإنسان وابن الإنسان يريد الحديث عن سرين: سر المسيح ابن الإنسان، وأيضا الإنسان نفسه الذي كان أساسا ساكن وين؟ في السماء، ولا زال موطنه الأساسي اللي لازم يرجع له وين؟ هو السماء. يقول: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. شوف رح يرجع دائما يكرر مع كل حادثة كلمة الحصول على إيش؟ الحياة الأبدية. نعم. هون بينتقل لمين؟ للفصل الرابع، والفصل الرابع هو الحديث مع المرأة السامرية. فيه يقودنا الإنجيل يوحنا إلى ذروة ثمار ومفاعيل سر المعمودية. من خلال حديثه مع المرأة السامرية يشير إلى أمر مهم جدا، أن الذي يرتوي من المسيح ويتحد به اتحاد حقيقي سيميز كيف يقيم علاقة مميزة مع الله، وكيف يقدم عبادة وسجود حقيقيين لله. إذن يوحنا الإنجيلي يركز إلى على أمر هام جدا، يجب أن يتحول الماء الذي نأخذه من الرب يسوع المسيح إلى ينبوع ماء حقيقي ينبع من داخلنا إلى إيش؟ إلى حياة أبدية. وهذا كلامه عن المرأة السامرية: الماء الذي أعطيه أنا ينبع إلى ينبوع ماء حقيقي يعطي إيش؟ حياة الأبدية. والمعلوم أن النبأ تكمن قيمته بإيش؟ بما يقدمه للآخرين. يعني إذا بير فيه بقلبه ماء وخزن هالماء بقلب البير وما استفاد منه للآخرين، نحن ما رح نتغنى بأمجاد هذا البير أو هذا النبع. فإذا مع السامرية يوجه الرب يسوع المسيح إلى هذا الأمر الهام: مفاعيل المعمودية، مفاعيل الماء اللي نأخذه من الرب يسوع المسيح إن لم تثمر تنبع من خلالنا إلى حياة أبدية للآخرين فهي ماذا قيمة؟ أصبح مع يوحنا الإنجيلي صاعد مفهوم المعمودية وسر المعمودية ليس فقط إلى اتحاد بيسوع المسيح ومع يسوع المسيح، لكن إلى ظهور الرب يسوع المسيح من خلالنا نحن، ظهور ثمار المعمودية من خلالنا نحن من حياتنا. ليس هذا فقط، هو دعوة لكل إنسان يلبس المسيح أن يقود الآخرين إلى طريق الخلاص.
شوف مع المرأة السامرية شو عملت المرأة؟ مباشرة راح انتقلت إلى المدينة إلى القرية ودعت الكل حتى يطلعوا يتقابلوا مع المسيح. صح. أنا قلت راح آخذ ما قبل النص ما بعد النص. ما بعد النص في الفصل الخامس أخت مريم، يوحنا الإنجيلي بيقودني مباشرة إلى حادثة شفاء المريض عند بركة بيت حسدة. وهذا المريض شو مشكلته كانت؟ يسأله أنت شو مشكلتك؟ يقول لن أجد أحدا، ملأ إنسان شو يساوي؟ يوصل للماء حين تحريك الماء بواسطة الملاك. مشكلته وين كانت؟ مشكلته كانت مع لا يوجد إنسان يكون شريك في عمل شفاء لهذا المريض، في عمل مسيحاني مع هذا المريض. معاناته كانت كل من أخذ نعم وبركات الله حسب اعتقاده لن يستثمرها، يعني ما قدم للآخرين. نعم. نشوف بعد هذا النص تحديدا أخت مريم فصل خامس، ما عاد يعود يوحنا الإنجيل يحكي عن الماء والمعمودية أبدا، غير في حادثتين يذكر الماء بثروة سر المعمودية وقيمة الماء في حادثة غسل أقدام التلاميذ، وآخر شيء حين يجري من جنبه الدم والماء على الصليب سر الحياة الدائمة الأبدية وسط الكنيسة. نعم أبونا، ننتقل هلا للحديث عن خصوصية المرأة السامرية، أو خلينا نقول عن السامريين بشكل عام، إيش كانت خلفية السامريين؟ أهم حدث أو ظهور للسامريين على مسرح التاريخ كان بعد الشقاق الكبير اللي حصل في مملكة إسرائيل بعد موت سليمان الملك. المملكة انقسمت لقسمين، مملكة الشمال عاصمة السامرة ومملكة اليهودية عاصمة أورشليم. هذا الكلام كان في سنة 933 قبل الميلاد. لاحقا بالتاريخ مملكة الشمال سبقها الأشوريون سنة 721 قبل الميلاد وتخربت كل المملكة، وبعد مملكة الجنوب سبقها البابليون سنة 587 قبل الميلاد. طبعا مع السبي بيكون في خراب لكل علامات وفرائض وممارسات العبادة والهيكل. في العام 538 قبل الميلاد استولي مملكة فارس على المنطقة، ويطلع مرسوم قورش الملك بالسماح للمسبيين اللي انسبوا على يد الأشوريين والبابليين أن يرجعوا لوين؟ لأورشليم ويعيدوا بناء الهيكل. نعم. فبهذه الحملة، حملة العودة، بيقودها عزرا الكاتب ونحمية اللي يبلش حركة إصلاحات بناء الهيكل بناء أسوار أورشليم. من ضمن الإصلاحات اللي كان عم يقوم فيها نحمية إصلاحات العبادة والليتورجية، العلاقة مع الله، وأصدر قرار أنه نحن كل شيء اللي صار معنا وكل هالأذى اللي صار بحياتنا وكل هالعقوبات بسبب خطايانا علاقتنا السيئة مع الله، فنحن شو لازم نساوي؟ لازم ننقي علاقتنا مع الله. من ضمن القرارات اللي أخذها وجوب فسخ أي علاقة غريبة أو زواج مع الأجانب. فلا يمكن أن يشترك أبناء شعب الله مع أبناء الغرباء. وكان في أحد أحفاد الياشيب الكاهن متزوج من ابنة سنبلط حاكم إقليم السامرة، هو فارسي. هذا كان متعلق بزوجته كثير ما في يتركها. فنحمي أصدر قرار بطرده من أورشليم. هاي نقرأها بسفر نحمية فصل 13. نعم. سنة 445 كان هذا الكلام تقريبا. سنبلط اللي هو حاكم إقليم السامرة يقول له على كل حال ما مشكلي، راح أخذك أنا لعندي هونيك بالسامرة وراح أعينك رئيس كهني. فبتبلش عندي هون سلسلة كهنوت بمنطقة الشمال، وسلسلة كهنوت موجودة بمنطقة اليهودية أورشليم. وينبنى هون هيكل ثاني في منطقة السامرة على جبل جرزين، هو هيكل السامريين. فأصبح صار عندي كم هيكل؟ عندي هيكل أورشليم اللي بناه سليمان المعروف واللي عاد بناءه وتجديده ونحمية، وهيكل السامريين. كل واحد كان يقدم العبادة على طريقته.
السامريين كانوا يقدموا العبادة والأعياد، أعياد الفصح وإلى آخره، على هذا الجبل لهيكل جبل جرزيم، وأيضا تمسكوا بشيء بالتوراة السامرية اللي هي نفس التوراة لكن فيها بعض التعديلات بما توافق أفكار السامريين، وخلينا نقول بركات الله الخاصة لهم، كانوا متمسكين بالعقائد جدا مع كل النزاع الموجود بينهم وبين اليهود. اليهودي بيوصفون انه شعب تعلق بالاجنبيه وبنجاسات الامم، لكن بالوقت نفسه كانوا كثير متزمتين. بعام 128 قبل الميلاد تقوم ثوره يهوديه كبيره قادها يوحنا هيركانوس المكابي، هاي ثوره المكابيين نسميها. تمام. 128 على اثر هذه الثوره اللي هي كانت قبل هذه الفتره بحوالي 165 يهدم يوحنا هيركانوس هيكل السامريين على جبل جرزيم، فما عاد في هيكل ثاني غير هيكل اورشليم. هون السامريين وين بدنا نحتفل احنا باعيادنا ومناسباتنا؟ صاروا يظلوا يحتفلوا بالمناسبات على الجبل بدون هيكل. من هون كان سؤال المراه للرب يسوع المسيح عن مكان السجود الحقيقي لله، هل على هذا الجبل ام في اورشليم؟ خصوصيه المراه السامريه، حكينا عن السامريين، خصوصيه المراه السامريه تلاحظ من خلال ثنايا النص أنها كانت ذات جمال، يعني زوجها خمس رجال حظها كويس، كانوا جمالها كان جذاب، ارتبطت بخمس علاقات زواج شرعي، السادس كان غير شرعي. تمام. لكن مع كل هذا كان عنده ألم من هذه الخطيئة وشوق إلى استطعام بركة الله في حياته. من هون تذهب لوين؟ إلى بئر يعقوب. وبئر يعقوب في حياة هذه الجماعة له طابع بركي في حياة هذه الجماعة. تمام. وطلعت في شيء خلينا نسميه لحالة، يعني ما طلعت تستسقي مع مجموعة نساء أو صبايا أو إلى آخره، لحالة كانت، وكأنما كانت تنوي الخروج إلى إيش؟ إلى نوع من العزلة الروحية. تتأمل هون عند هذا البئر تسأل الرب هذا السؤال اللي كان عم يخالجها، أين نقدم سجود مقبول لله؟ شوفي كيف نربطها بالحالة الروحية اللي عم تعيشها هي أو عم تشتاق لها هي. تمام. من خلال حوارها مع الرب يسوع المسيح نكتشف معلومات وشغفها للمعرفة الدينية، لا بل حياة الصلاة والليتورجيا، تسأله عن الماسية، تسأله عن طريقة تقديم العبادة، تترقب بشوق قدوم هذا الماسية واكتساب المعرفة الإلهية والحياة الأبدية منه. شوف الروح حين يأتي الماسية يخبرنا بكل شيء، احنا بنعرف هذا الكلام صح. رغم كل معاناتها أخت مريم كان لها غيرة مميزة على شعبها، يعني لما أخذت هذه النعمة والبركة من رب يسوع المسيح راحت بسرعة إلى وين؟ إلى أهل وناسها داخل مدينة السامرة تدعون لحتى يلتقوا بمين؟ بالرب يسوع المسيح كي ينالوا الخلاص. تمام. وأهم شيء، أهم شيء أمامه، ولأول مرة حين تخبر الرب عن معرفتها أن الماسية سيأتي ومتى أتى سيخبرنا بكل شيء، شو بيساوي الرب يسوع المسيح هون؟ لأول مرة يعلن عن ذاته الخاصة أنه يهوى. شو بيقول؟ أنا الذي أكلمك هو. نعم. ودائما في إنجيل يوحنا أنا هو تعبير عن كلمة يهوى، أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو أنا الراعي الصالح، أنا باب الخراف. هذه كلها عبارات حين أقرأها بإنجيل يوحنا أستدل أنا هو بمين؟ أنا هو يهوى. المسيح يجعل ذاته أو يؤكد على أنه هو مين؟ ما هو إنسان عادي أو شخص عادي، هو يهوى بالذات. كان في خلط عن فكرة الماسية بين يهوى والماسية، ما هي نفس الشخص. المسيح يؤكد أن يهوى هو نفس الماسية، أنا الماسية أنا يهوى. أصبح الماسية ليس كما يعرفوه معرفة ناقصة، هو يهوى ذات. هذه المرأة
تعتبر أول من بشر أهل السامرة بالمسيح يسوع قبل أي رسول آخر حتى قبل إيليوس. تمام. طيب أبونا، تعامل السيد المسيح مع هاي الفئة اللي هي فئة السامريين من خلال المرأة السامرية، ما كان ممكن أنه تعامله أو تصرفه هذا يثير غضب اليهود، وهذا الشيء ممكن يؤدي أنه يرفضوا السيد المسيح؟ وليش يوحنا الإنجيلي أكد على هاي الحاسة كونه هو الوحيد اللي ذكرها بإنجيله؟ تماماً أخت مريم، بكل تأكيد يثير تعامل الرب يسوع المسيح مع المرأة السامرة، مع المرأة السامرية أو أي سامري حفيظة اليهود، بل حتى تلاميذه استغربوا أنه يتكلم مع مرأة أو سامرية. تمام. لكن يوحنا الإنجيلي حين يتكلم عن هذه الحادثة يتكلم عنها بعد حوالي 70 سنة من حدوثها، يتجرأ بهذا التوقيت ويحكي عن هذه الحادثة. وطبعا معلومات الحادثة هناك أخذها أكيد من مناداة السامرة، المرأة السامرية كانت تحكي فيها، أو حتى إعلان من الرب يسوع المسيح، حديث خاص من الرب يسوع المسيح. بعد خراب أورشليم سنة 70 للميلاد خسر أهل اليهودية هيكلهم، بمعنى صاروا يعيش نفس الحالة اللي عاشها مين؟ أهل السامرة لما فقدوا الهيكل. تمام. وكانوا يعانون نفس المعاناة، ولم يعد لهم مكان يقدمون فيه الذبائح أو يمارسون فيه عباداتهم وأعيادهم. السؤال الذي كان يشغل فكر الجميع الآن في هذا التوقيت، في هذا التاريخ، أين وكيف نقدم السجود لله؟ تمام. وهون يوحنا الرسول يستغل هذا الظرف ويعيد هذه الحادثة إلى العلن وإلى التاريخ كنوع من إيش؟ من التشجيع والتخفيف من حدة الشعور بالذنب والخطيئة ورفض الله لشعوبه كافة. يعني يا يهود، أنتم اللي عم يصير معكم هلأ هو صار سابقاً مع السامريين، لكن الرب يسوع المسيح أعطى السامريين حل لهذه المعاناة، العبادة والسجود والتواصل مع الله لا ينحصر في مكان معين، أي مكان تقيم في علاقة مع الله، تعيش حضور الله في حياتك في أي مكان اللي كان. شوف، في حتى أبناء الكنيسة في ذاك التاريخ نفسه كانوا يعانون نفس المعاناة. في تلك الأيام كان دومتيانوس يضطهد الكنيسة ويضطهد اليهود ويضطهد الجميع، اضطهاد عنيف فرض في عبادة الإمبراطور وحرم على الجميع ممارسة عباداتهم واجتماعاتهم الروحية. الكل يعاني نفس المعاناة، الكل يشعر بخيبة أمل، الكل فقد رجاءه بحضور الله في حياته، الكل صار يشعر بابتعاد قدوم المسيا. بولس الرسول شتي كان يركز دائما في رسائله الرب قريب، صح، لانه كانوا قالوا خلاص ما عاد يجي، يعني كل هالاشكاليات وما اجى، امتى راح يجي؟ لا، بل الكثير عاد فضاعه بين افكار قديمه سابقه، كان العالم الضعيفه السابقه اللي كان عليها قبل ما يعتنق المسيحية، عبادات أمم غريبة، أفكار إلى آخره. يوحنا الرسول الإنجيلي من خلال هذا الحوار يقدم دعوة الرب يسوع المسيح على لسان السامرية للجميع. يقول بالحرف بالفصل الرابع الآية 23-25، تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذي يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجد. بمعنى علاقتكم مع الله لا تحد بجسد، لا تحد بمكان، لا تحد بمادة، أنتم أرواح تسجدون الله بالروح، ومسكنكم المستقبلي وين؟ هو السماء
مع الله حيث الحياة الأبدية. نعم أبونا، بختام حديثنا، إيش العبر أو اللمسات الروحية اللي نقدر نأخذها من هذا النص ومن هاي الحادثة؟ هذا النص أخت مريم كما قلت سابقا متمم من النصوص السابقة، وفي لمسات لازم ألمسها بالتوازي مع النصوص كلها. يعني يبدأ يوحنا الإنجيلي هذا الإنجيل بعبارته الشهيرة: الكلمة صار جسدا وحل بيننا. نعم. الكلمة التي تجسد من هو؟ هو نفسه يهوى الحاضر معنا. حروف الناموس والوصايا التي أثقلت الشعب اليوم تحولت إلى إيش؟ إلى نعمة وحق بشخص يسوع المسيح. شوف هاي البركات اللي عم يقدمها يوحنا خلال هالفصول. لاحظي بهالفصول في عبقرية مع يوحنا الإنجيلي بيقدم لي تأمل لثنائيل بالسلم يعقوب التي رآها لما كان في بيت إيد نازلة من السماء، وابن الإنسان واقف على رأس السلم وينزل إلى الأسفل في الفصل الثاني من إنجيل يوحنا. تأمل نثنائيل بسلم يعقوب بالفصل الثاني، وتطلع نيقوديموس، شوف عم يرتفع، إلى ابن الإنسان الذي ينزل على هذه السلم، لأنه لما يخاطب يسوع المسيح نيقوديموس شوف له ليس أحد صعد إلى فوق إلا ابن الإنسان الذي نزل من فوق، هاي رؤيا يعقوب في بيت إيلي. أصبح تأمل نثنائيل بالفصل الثاني بسلم يعقوب مع تطلع نيقوديموس إلى ابن الإنسان الذي ينزل على هذه السلم، وين بيجتمعوا أخت مريم؟ يجتمعوا مع أشواق السامرية عند بئر يعقوب نفسه. تمام، شوف الرابط اللي يقوم يوحنا الإنجيلي بين هل ثلاث مجموعات من أجناس البشر اللي لهم ثقافاتهم أفكارهم الخاصة علاقاتهم الخاصة مع الله، يجمعهم كلهم بهاجس واحد الكل من شخصية يعقوب عم يحاول يتجه إلى نفس الاتجاه إلى نفس الخاتمة، هي مين؟ هي إله يعقوب، هي رب يسوع المسيح. أجران الماء الستة التي كانت للتطهير، ونحن نعرف رقم ستة هو رقم يدل على النقص، صح، انتهت قيمتها ودورها أمام جرة الماء السابعة. شوف عند يوحنا الإنجيلي دائما رقم سبعة له أهميته، فأصبح أنا عندي ست أجران تكتمل بوين؟ بالجرة السابعة على المرأة السامرية، وتنتهي قيمتها هون مع جرة السامرية المعمودية. معمودية يوحنا التي كانت تدعو إلى الاعتراف بالخطايا توقفت عند معمودية يسوع التي تغفر الخطايا وتلبس المعتمد المسيح. إحنا لما نعتمد شو بنصير؟ لأنكم جميع الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ولما نلبس المسيح شو بنصير؟ نصبح مسيحاً تنبع منه الحياة الأبدية للآخرين. صح. آخر شيء بالذروة والمهم أن الرب لا يقف عند خطية الإنسان مهما كانت، كما فعل مع المرأة السامرية. لما بلش الحديث معها ما بلش حديثه معها خطيئة، هو طلب منها تعطيه، ما طلب يعطيها. بعدين قدم له، ولما يطلب منها أن تعطيه كأنما الرب يقول لكل إنسان: لديك ما تعطيني إياه، لديك ما هو صالح، ما هو مثمر، ما هو مبارك، ما هو مقدس، تستطيع أن تقدمه ليسوع المسيح للآخرين. لا يبدأ حديثه معها عن خطيئته ولا يتوقف عند هذه الخطيئة، بل شو يساوي؟ يدعو هالمرأة لكي تقفز فوق خطيئته وتجتازها. لوين اجتازتها؟ اجتازتها إلى الحديث عن معرفتها بقدوم الماسية، عن شوق لتقديم عبادة مميزة حقيقية لله. كل هذا كانت تحمله في داخلها، دعاها لكي تقفز إلى أشواقها للحياة الأبدية للاتحاد مع الله. نعم أبونا تودي ساقي على هذا الشرح الكافي والوافي، واللي أكيد دائما عم بيكون مميز ومختلف عن باقي الشروحات. تودي أبونا للمشاركة دائما معنا بهاي المعلومات الروحية القيمة. تودي الخون أخت مريم
الله يقويكم ويعطيكم الصحة والعافية، وتبقوا دائما ثمرة مباركة في حق الكنيسة المقدسة. تودي نبقى تودي نحن معكم كمان وكل المؤمنين الذين لبسوا المسيح ثمار في هذا العالم، في هذه الحياة، تقود الآخرين إلى الحياة الأبدية. آمين. تودي تودي ساقي أبونا.